مريم البتول والبلاء العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. إنها مريم ابنة عمران عليهما السلام، العابدة البتول التي شغلت قصتها وأخبارها بني إسرائيل، فقد كانت أول فتاة تنذر من قبل أهلها لتكون في خدمة بيت الله ومعبده. ثم بعد ذلك كفلها نبي الله زكريا عليه السلام ليكون مشرفاً عليها وعلى تربيتها وتعليمها. وما مرت السنوات إلا وغدت حديث الناس بقصص عبادتها وتبتلها لله، فضلاً عن علمها الواسع في شريعة الله سبحانه وفي أمور حلاله وحرامه، حتى فاقت الكثير من أقرانها. وها هي كلما ازداد علمها من الله وقربها منه، كلما مالت نفسها إلى اعتزال الناس والتفرغ لعبادة ربها أكثر فأكثر، فقررت في أحد الأيام أن تنزوي في مكان شرقي المعبد لتتفرغ لعبادتها وأذكارها ومناجاتها لله جل وعلا، سائلة الله ربها أن يفرغها لعبادته والانقطاع في مناجاته أكثر وأكثر، وأن يقربها إليه أكثر وأكثر في الدنيا والآخرة. ولكن هل كان لأولياء الله من ذكر أو أنثى أن ينالوا المرتبة العليا دون أن يمروا بابتلاءات عظيمة وامتحانات قاسية في سبيل الله؟ كانت مريم تدرك أن الطريق إلى الله محفوفة بالبلاءات، فأي بلاء سينتظرها؟ هكذا تساءلت مريم سائلة ربها أن يخفف من هذا البلاء وأن يعينها كي تجتازه. ولكن هذا البلاء لم يكن بعيداً عنها، ففي تلك اللحظات دنت ساعته، وذلك هو روح الله وملكه الكريم جبريل. ها هو يتجسد بين يدي مريم البتول لينبئها بالامتحان العسير الذي ينتظرها. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وتجفل مريم عليها السلام من رؤية الملاك المتجسد، مستشعرة بأمر عسير ينتظرها. ولكن الملاك الكريم يسارع إلى تهدئة البتول معرفا بنفسه،
ومخبرا إياها بمحنتها المقبلة. أن تحمل في أحشائها غلاما زكيا، تحمله دون زواج مع ما سيجره ذلك من سوء ظن الناس وأقاويلهم وإهاناتهم. ولكن نفس مريم ابنة عمران عليها السلام تهدأ بعدما ينبئها الملاك الكريم بأن غلامها سيكون آية للناس ورحمة منزلة من الله. وهل كانت مريم إلا المؤمنة الراضية بقضاء الله وأمره؟ وهو أمر وقضاء تحقق في تلك اللحظة بعدما نفخت الروح في مريم فحملت من فورها بغلامها الزكي الذي سيكون للناس نبيا وإماما وهاديا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. وعلى رغم تسليم مريم عليها السلام بحكم الله وقضائه وصبرها على هذا البلاء، فإنها لم تكن قادرة على تحمل نظرات الناس وتساؤلاتهم الجارحة، فقد بدأت مظاهر الحمل السريع تظهر عليها. فسارعت إلى الابتعاد عن المعبد وعن المدينة، بل عن كل الناس. غادرت موطنها إلى أقصى مكان يمكنها الوصول إليه. ولكن حملها المعجز كان قد أجهدها وقد وصل بسرعة إلى مراحله الأخيرة، فتجد مريم نفسها في أرض مقفرة مجدبة ليس فيها شيء من مظاهر الحياة وإشاراتها سوى جذع نخلة مهترئ. فكيف يمكن لهذا المكان أن يكون محلاً لكي تضع امرأة وحيدة مولودها وهي على ما هي عليه من الوهن والضعف والوحدة والوحشة؟ ولكنها كانت تعلم أنها لم تكن وحيدة، فالله سيكون معها حتما. فترفع البتول صوتها بالدعاء، ترجو ربها أن يهون الأمور عليها وأن يخفف من آلامها الجسدية والنفسية. ولكن آلام المخاض تزداد وتزداد، فتنوء مريم البتول تحت شدتها. فإلى أي مكان ستلجأ؟ وتحت أي فيء ستجلس وتستظل؟ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أجل، لم تجد مريم البتول ملجأ لها إلا جذع النخلة، فجلست تحته تعتصرها آلام المخاض وآلامها النفسية. فعندما دنت ولادتها استشعرت وحدتها أكثر فأكثر، ولكنها أيضا باتت تفكر بما بعد الولادة وبما سيقوله عنها قومها ساعة يرون ولدها بين يديها. من جديد لم تجد مريم البتول أحدا تشكو له كربتها وغربتها ومحنتها إلا من اعتادت الشكوى إليه، ربها
جل وعلا. ويعلو صراخ الوليد ليعلن عن ولادة روح الله ورسوله عيسى ابن مريم عليهما السلام. وعندما تحتضنه والدته وتضمه إلى صدرها، فإنها كانت تضم فيه ما أرسل به من بركة ورحمة. ويأتيها النداء من حيث لا تحتسب، نداء رباني يؤنس وحشتها ويهدئ من روعها. فتنظر البتول إلى الأعلى لتجد أن جذع النخلة الميتة قد دبت فيه الحياة، وأن سعفات النخل تظللها بظل وارف رطيب، وذلك هو ثمر النخلة يتدلى ناضجا رطبا طيب المذاق. فتهز مريم بيدها الواهنة تهز جذع النخلة فيتساقط رطبها، وما هي إلا لحظات حتى يتفجر ينبوع ماء غزير يجري صافيا رقراقا ليعلن عن ولادة جنة صغيرة في قلب تلك الصحراء المكفرة، جنة هدأت من روع مريم البتول لتعدها للمرحلة التالية من بلائها، مواجهة قومها بوليدها الزكي. ولكن من كان ليصدق هذه المعجزة؟ فقومها من بني إسرائيل هم من أصحاب أقصى القلوب وأغلظها، وهم من أكثر الناس ظناً بالسوء، وهي ستقدم عليهم بأمر يصعب تصديقه على أكثر الناس، فكيف بقومها؟ وهل ستقنعهم كلماتها؟ بل هل سيصبرون حتى يستمعوا لكلامها؟ أم سيسارعون لينفذوا فيها عقوبة الموت رجما؟ ولكن الله الذي أسكن معجزته في رحم مريم وظللها برحمته في هذا القفر الموحش لقادر على أن ينجيها هي ووليدها. بهذا فكرت مريم وهي تنهض حاملة طفلها، وهي تنوي العودة إلى قومها، ويعود الصوت الإلهي ليرشدها إلى طريق نجاتها وإظهار براءتها من كل خطيئة أو فجور. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. هكذا وجه الله سبحانه مريم الصديقة، أمرها بمواجهة قومها بالصمت وفاء بنذر لله سبحانه وتعالى، وبأن تحيلهم إلى والدها الرضيع ساعة يسألونها ويتهجمون عليها بأسئلتهم اللاذعة والقاسية. وبتسليم شديد لأمر الله تمتثل مريم البتول وتسرع بالعودة إلى قومها، وبكل إقدام وثبات تدخل إلى محفل من محافلهم، فترشقها نظراتهم القاسية الجارحة قبل أن تبدأ ألسنة السوء بالنيل منها واتهامها بأشنع التهم، بتهكم تارة وبقسوة تارة أخرى.
وبكل اطمئنان تشير مريم عليها السلام إلى رضيعها المبارك، وهي تومئ للقوم بأن ينالوا أجوبتهم منه. ويضج المكان بالسخرية والاستهزاء والتعجب من استخفافها بهم، فكيف يمكن لهذا الرضيع أن يحادثهم ويحادثوه؟ وتعلو الأصوات مطالبة بمعاقبة مريم على فعلتها وعلى سخريتها منهم. وهنا تجلت المعجزة الخارقة، معجزة بينة برأت الوالدة من أقذع التهم وأشنعها. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. لما سمع الطفل المعجزة كلام القوم وسؤالهم المشحون بالشك والريب والافتراء على أمه الطاهرة، تطوع هو للإجابة وقدم نفسه إلى القوم وعرف عن نفسه وعما سيكون في المستقبل، وفتح القوم عيونهم مبهورين مما يشاهدون، وأصغوا سمعهم مشدوهين مما يسمعون، وسيطرت المفاجأة على كيانهم كله. أهذا حقيقة أم خيال؟ أحقا يشاهدون طفلا يتكلم؟ أحقا هذا صوت طفل عمره ساعات يدخل آذانهم ومسامعهم، أم هم متخيلون واهمون؟ إنها حقيقة قاطعة، وإن كلام الطفل معجزة يسمعه هؤلاء القوم ليكون آية بينة على قدرة الحق سبحانه الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لكن ماذا قال عيسى عليه السلام في تقديم نفسه إليهم؟ تعالوا نستمع إليه وهو يبدأ كلامه بتقرير حقيقة عقيدية إيمانية، الألوهية لله والعبودية لسواه. الله وحده هو الإله الرب، لا يشاركه أحد في ربوبيته وألوهيته. قال إني عبد لله، عبد مخلوق، خلقني الله خلقا خاصا بمعجزة خارقة من أم بلا أب، جعلني آية باهرة لكل الناس على مر الأزمان. وهذه البداية الإيمانية لعيسى عليه السلام، والتي بدأ بها وهو طفل في المهد، تكذيب مبكر لما سيقوم به النصارى فيما بعد على أنه ابن الله وليس عبده ورسوله. وبعدها تحدث عما سيعطيه الله في المستقبل، فسيعطيه الكتاب الذي هو الإنجيل، هدى للناس ومصدقا لما بين يديه من التوراة، وبأنه سيكون رسولا للناس يبلغهم آيات ربهم ويهديهم إلى صراطه المستقيم، كما تابع تقديم نفسه لهم بكلامه الواضح المبين، مخبرا إياهم أن الله باركه وأفاض بركته عليه فصار مباركا أينما كان ووجد، وأن الله أوصاه بالصلاة والزكاة طيلة حياته ووجوده في الحياة الدنيا، كما أضاف أن من نعم الله عليه وفضله
أن جعله بارا بوالدته الطاهرة المطهرة مريم، ولم يجعله مستكبرا في الأرض شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أخبر نبي الله وعبده عيسى عليه السلام القوم بأن الله أضفى عليه السلام والأمان في المواضع الثلاثة الحرجة والخطيرة من حياته: يوم ولادته، ويوم موته، ويوم بعثه حيا يوم القيامة. الأمنة من الله علي من الشيطان وجنده يوم ولدت، فلا ينالون مني ما ينالون من المواليد عند ولادتهم. وأمنة من الله علي يوم أموت من هول المطلع. وأمنة من الله علي يوم أبعث حيا يوم القيامة، فلا ينالني الفزع الذي ينال الناس عندما يعاينون أهوال يوم القيامة. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. بلى، لقد نطق الوليد، الرضيع الذي لم يتجاوز عمره بضعة أيام، فحدث بني إسرائيل بلسان بين فصيح لا لبس فيه ولا غموض، فبين لهم ما ستؤول إليه الأمور في المستقبل القريب، ساعة يتحمل أعباء النبوة ويؤتى الكتاب ويكون للناس إماما وهاديا. فهو عبد الله الذي سيأمر الناس بالصلاة وبالزكاة، وهو النبي المبارك في آن، وهو البار بوالدته. ويا له من بر، البر بأن ينطق في المهد ليعلم الناس بأنه ليس بمولود عادي. فحمله كان بمعجزة لم يسبقه إليها أحد، ولا يليق بحمل المعجزة إلا امرأة طاهرة بتول نذرت نفسها لله وحده. فقربها وجعلها سيدة نساء العالمين في عصرها، وسيدة من سيدات الجنة. فمباركة أنت يا مريم، ومبارك هو وليدك عبد الله عيسى بن مريم. مباركة أنت يا من نلت أسمى الدرجات عند ربك بعبادتك وصبرك وتضحيتك في سبيل الله وسبيل رضوانه.